السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. أزوي. تكلمنا في الفيديو السابق حول مفهوم البكارة أو العذرية في الغنوصية، وقبل ما نتكلم حول ربط البكارة أو العذرية بالمرأة في الأديان بصفة عامة، لازمنا نتكلم على مفهوم المرأة في الغنوصية. طبعا وقت نفهم مفهوم المرأة في الغنوصية تو ناخذ فكرة علاش الأديان والمعتقدات ربطت البكارة أو العذرية بالمرأة. إذن احنا باش نحاولوا في الفيديوهات القادمة والفيديو هذه نتبع أسلوب إنها نركزوا على فكرة واحدة باش نفهموا مليح الغنوصية والفكر الغنوصي. كما قلت ونعاود نقول إن الفكر الغنوصي يعتمد على الحس وعلى الطبيعة أكثر منه على الفكر والأفكار والتفكير. صحيح إن الغنوصية تعتمد على الجانب الحسي، ولكن الجانب الحسي الواقعي الذي مرتبط ارتباط كلي بالطبيعة. إذن في هذه الفيديو باش نحاول نفهم شنو المرأة في الغنوصية. أول نقطة لازمنا نعرفها إن في الغنوصية ما فماش مصطلح مرأة ورجل. الغنوصية تعتبر كلمة مرأة ورجل هي مصطلحات بشرية إنسانية بحتة، ليس لها أي أساس في الطبيعة، وإن طريقة التعامل البشري وتكوين ما يسمى بالأسرة أو المجتمع البشري هي اللي أوجدت هذا المصطلح. ولأن الغنوصية لا تهتم بالخصوصيات اللي تخص الموجودات مهما كانت، سواء كانت إنسان أو غير إنسان، فهي لا تستعمل كلمة مرأة ورجل، وإنما تستعمل كلمة أخرى اللي هي الأنثى والذكر. إذن باش نتكلموا عن المرأة في الغنوصية من الأحسن أن ننطلق من فكرة الأنثى ومفهوم الأنثى في الغنوصية. طبعا مفهوم الأنثى في الغنوصية ليس خاصة بالإنسان، وليس خاصة بالحيوان، وليس خاصة بالأحياء بصفة عامة، بل هو مفهوم أشمل من ذلك والذي يرمز إليه بالسلبي. إذن من الأحسن أن نستخدم في الأول كلمة سلبي التي هي أشمل وتشمل الأنثى وتشمل المرأة وتشمل كل ما له خصوصية السلبي. إذن هذه النقطة الأولى لازمنا نعرفها، لازمنا نفهم إن الغنوصية تعتمد على أشياء نجم نقوله أحنا شمولية ولا تدخل في الخصوصية. أما النقطة الثانية اللي لازمنا نعرفها هي إن السلبي ليس مقصود به الغير جيد. احنا نعرف في التعامل متاعنا البشري وطريقة المحاكاة أو ما يسمى طريقة التعامل ديما نغزر للسلبي على أساس إنه شيء غير جيد، يعني شيء أقل قيمة، وهذا التفكير هو أيضا تفكير بشري بعيد كل البعد عن الحقيقة الفعلية، وإنما نتيجة الموروث
الفكري والثقافي الذي تعلمه الإنسان خلال الأجيال. احنا نعرف ان في الطبيعة السلبي لا يقل قيمة عن الإيجابي. صحيح ان السلبي عنده الخصوصيات متاعه والإيجابي عنده الخصوصيات متاعه، ولكن كلاهم مهمين في وجود هذا الوجود المادي. إذن هذه الفكرة المسبقة على أساس أن السلبي حاجة مش باهية، هذا مش صحيح. والغنوصية ترى أن في عالم الوجود المادي السلبي والإيجابي لهم نفس القيمة، رغم أن كل واحد منهم عنده وظيفة مختلفة وتكمل الآخر وتعتبر ضمن التكوين الوجود المادي. بل الغنوصية تذهب أكثر من ذلك، تعتبر أن السلبي له امتداد خارج الوجود المادي، بل تعتبره أنه أعمق وأكثر عمق وأكثر أهمية عندما نتكلم عن الوجود بصفة عامة، أو ما يسمى بالوجود الكلي. أنتم تعرفوا أن في الغنوصية هناك وجود كلي اللي هو متكون من نوعين من الوجود، ما يسمى بالوجود العدمي والوجود المادي. وهذوما نوعين من الوجود كل واحد عنده الخصوصية متاعه. بينما في عالم الوجود المادي هناك موجود ما يسمى الوجود العدمي، بينما في الوجود العدمي الوجود المادي غير ظاهر وموجود في الباطن بتاعه. طبعا الفكرة الثانية فيما يخص السلبي في الغنوصية أن السلبي والإيجابي لهم نفس القيمة، إن لم نقل أن عندما نتكلم على الوجود الكلي أي العدمي والمادي السلبي له أكثر قيمة. أما النقطة الثالثة في الغنوصية، السلبي يرمز إلى عدة أشياء لا يرمز إلى الأنثى فقط، فهو يرمز إلى الأرض، إلى التحت، يرمز إلى الخلف، يرمز إلى اليسار، يرمز إلى عدة أمور، حتى أنه يرمز إلى المكان أو يرمز إلى الفراغ، كما أنه في الوجود الكلي يرمز إلى العدم. إذن هوني نفهم أن في الغنوصية السلبي جدا مهم، وهو يعتبر القاعدة، وهو الذي أوجد الوجود، لأنه يحتوي في داخله كل شيء. هذه قيمة جدا مهمة ونقطة جدا مهمة فيما يخص السلبي. نضرب لكم مثال حول هذا الموضوع. احنا لو ناخذ مثلا الأرض هذه اللي عايشين عليها، احنا نحسب ان صفر هو مستوى البحر، فكل ما ارتفع على مستوى البحر نسميه أرض، نسميه هضاب، نسميه جبال، فهذا الكل نطلق عليه إيجابي، وكل ما هو تحت مستوى البحر نطلق عليه سلبي. واحنا نعرف اللي تحت مستوى البحر أو أعماق البحار موجودة الجبال وموجودة أشياء كثيرة جدا. يعني هنا معناتها السلبي لا يقل قيمة عن الإيجابي، وإنما هي طريقة تعارف بشري من أجل أن نقسم هذا الوجود المزدوج الذي متكون من السلبي والإيجابي. أما النقطة الرابعة والتي هي مهمة، هي ما يسمى بالسلبي في الغنوصية يحتوي الإيجابي، أي مزدوج، له نوع من الازدواج، فهو يحمل طبيعة تناقضية، يعني المتناقضين نلقاهم في السلبي في نفس الوقت. فلهذا يجعل السلبي أقل وضوح، والسلبي أقل فهم، والسلبي أيضا بالنسبة لي نحن أكثر تعقيد. فالسلبي
يعتبر من العناصر الأكثر أهمية في الفكر الغنوصي عندما ننظر للوجود الكلي. هذوما الأربعة نقاط المهمة اللي لازمنا نفهمها فيما يخص السلبي. إذا احنا ما نشبش ناخذ كل الأشياء السلبية اللي موجودة في الوجود المادي، احنا باش ناخذ الأنثى. الأنثى هو أحد جوانب الأمور السلبية اللي موجود في الأحياء، بل نذهب أكثر من ذلك اللي هو موجود في الحيوان، ما يسمى أنثى وذكر، وطبعا موجود في الإنسان. طبعا الإنسانية غيرت كلمة أنثى وذكر وأطلقت عليها مرأة ورجل، لأن الإنسانية بدأت تكون ما يسمى مصطلحات خاصة بها من أجل تكوين ما يسمى الأسرة أو المجتمع. إذن احنا في النظرية متاعنا وفي الفكر متاعنا كل ما عنده شكل أنثى هو امرأة، وكل ما عنده شكل ذكر هو رجل. طبعا كما قلت لكم المرأة والرجل هي مصطلح إنساني بحت، كما أن الغنوصية ترى أن ما نطلق عليه نحن البشر على أساس أنه امرأة يمكن يكون عنده طبيعة أنثوية، كما يمكن أن يكون له طبيعة ذكورية، وما نطلق عليه رجل يمكن أن يكون له طبيعة أنثوية، كما يمكن أن يكون له طبيعة ذكورية. إذن هوني الغنوصية ما تؤمنش وما تستعملش كلمة امرأة وراجل، احنا اللي نستعملوا فكرة امرأة وراجل. إذن فهمتوا ان مصطلح مرأة في الغنوصية غير موجود، وانما موجود مصطلح انثى وذكر، كما ان في الوجود موجود مصطلح سلبي وايجابي. نظن ان الفكرة واضحة وباينة بالنسبة للمفهوم الغنوصي. احنا توا في الفيديو القادم باش نحاولوا نفهموا علاش الأديان او المعتقدات ربطت البكارة بالأنثى، او ربطت البكارة بالمرأة، باش نفهموا ان هذا الاختيار لم يكن صدفة، وانما اعتماد على فكر غنوصي عميق. وهنا قبل ما نختم هذه الفيديو حبيت نأكد حاجة، أن الفكر الغنوصي يعطي أهمية للمرأة كبيرة ياسر. ولو نرجع لكل الكتابات الغنوصية لليهود أو المسيح أو حتى الديانات الأخرى أو حتى الإسلام، يعني ما يسمى بالصوفية اللي هو يعتبر فكر غنوصي، نلقاو أن المرأة لها قيمة كبيرة جدا. ولو نرجع للمعتقدات القديمة تعتبر المرأة هي واهبة الحياة، وهي التي أوجدت الوجود وعندها قيمة كبيرة جدا. ولكن الديانات الأرثوذكسية أو ما يسمى الديانات الرسمية اللي معنتها يقودوها رجال دين من كل الأديان، نلقاو إنهم طيحوا قيمة المرأة وغلقوا عليها كل الأبواب، لأنهم يعلمون ويعرفون قيمة المرأة في الغنوصية. ولو قالوا الحقيقة حول قيمة المرأة في الغنوصية سوف يفقدون قوتهم وسيطرتهم على الأشخاص اللي يؤمنوا بالمعتقدات متاعهم. ولهذا الأديان نجم نقولوا بكل صراحة، وكل الأديان بغض النظر مهما كانت، أهانت وأذلت المرأة، وهذا ليس صدفة وإنما عمد، لأن من يملك سر وسلاح المرأة هو ينجم يملك الناس، بينما الغنوصية هي التي تعتبر المعرفة والتي تحرر الإنسان، تذكر حقيقة المرأة وأهمية
المرأة في الوجود. طبعاً مانيش نقلل في قيمة الرجل، وإنما أذكر القيمة الحقيقية للمرأة التي هي جمع النقيضين، والتي هي الأصل، والتي هي العدم الأول. ومن هنا نتصور بديتوا تفهموا علاش الأديان أو ما يسمى بالمعتقدات ربطت البكارة بالمرأة. نظن الفكرة واضحة، وشكرا على المتابعة، شكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم باش نعرفوا شنو الربط اللي موجود من بين البكارة والعذرية والمرأة في الأديان والمعتقدات، وما هي الحقيقة التي يمكن أن نستنتجها من ذلك، ولماذا الأديان معناتها أخفت هذه الحقيقة، ولماذا الأديان طيحت سعد المرأة وقدرها. شكرا وبسلامة، ومرة أخرى شكرا على المتابعة، وشكرا على التوزيع، وشكرا على التوزيع. بسلامة، تنمير. Thank you.